أكد سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية والتطويرية في مختلف مناطق البحرين. وفي هذا الإطار أعلن سعادة الوزير عن البدء بتنفيذ مشروع تطوير حديقة عين ريا خلال الشهر الجاري بكلفة إجمالية تبلغ 170 ألف دينار، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن هذه المشاريع الخدمية والتي تعتبر من المشاريع التنموية لمنطقتي الدير وسماهيج. كما أوضح الوزير أن المساحة الكلية للمشروع تبلغ نحو 1600 متر مربع، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء العين من أجل الحفاظ على القيمة التاريخية والتراثية، إضافة إلى الحفاظ على التراث المعماري والبيئي لمملكة البحرين وإنشاء مكان للترفيه بناء على احتياجات أهالي المنطقة.